الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، الإخوة الفضلاء، الأخوات الفضليات، طلاب وطالبات جامعة الجزيرة مجمع الإعدادية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما هو معلوم في هذه المحاضرة أنها من تقديم الشيخ مزمل وفقه الله تعالى، وأنا لم أكن محاضرا فيها ولا مقدما، وإنما قدمت إن شاء الله تعالى لألقي كلمة خفيفة في ختام هذه المحاضرة، وكلمتي إن شاء الله تعالى تدور في ثلاث محاور، وهي بالأحرى وصايا. الوصية الأولى لنفسي وللإخوة والأخوات الطلاب هي تقوى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأعني بالتقوى المفهوم العام ومفهوما خاصا يخصنا ونحن في واقع الجامعة. وواقع الجامعة واقع أبلغ ما يوصف به أنه واقع مليء بالفتن، ولم أرى في واقعنا السوداني، إن كان واقع الأسواق وواقع الشارع العام، وإن كانت الأسواق موصوفة في السنة أنها شر البقاع، لكن الواقع عندنا اليوم وخصوصا ما يدور في الجامعات هو واقع فتنة خطرة، بل لا يكاد واحد من الشباب أو الشابات يدخل إلى الجامعة ثم يتخرج بها إلا وقد أصابه ما أصابه من فتن الجامعات. وبالتالي لا بد من تقوى الله عز وجل. أنت بتدخل في واقع وتحيط بك فتن الشهوات والشبهات من كل جانب، يعني أنت محاط بمجموعة من الفتن، والشيطان حريص على إضلال بني آدم بأي جانب من جوانب الضلال. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان شغال مع بني آدم كلهم، ومع المسلمين خصوصا، ومع المستقيمين من المسلمين خصوصا، ده شغال معهم أكثر عشان يحرفهم عن الصراط المستقيم إلى أي باب من أبواب الضلالة.
وأبواب الضلالة كثيرة. لذلك الإخوة الطلاب والطالبات، ما أنصح به نفسي وإياكم: تقوى الله في أيام الجامعة. يعني إذا كان الإنسان يا أخوانا في حياته العامة اللي هو بعيد من فتن زي فتن الجامعة يحتاج إلى التقوى، فما بالك أنت الآن بتعيش في واقع عجيب، وإنتوا لعلكم بتكونوا الآن مشاهدين أشياء نحن زمان وقتنا كانت ما في. يعني إحنا من ترجع وقتنا الطلبة في الجامعة 7-8 سنة لورا، كويس، بتلقى إنه الواقع بالنسبة لواقع كنيته حاجة سمحة جدا، واقع بتاع الدين عليل كان. لكن الليلة دي الشغلة دي صعبة جدا، ده خطر بصراحة يا شباب. انت مجرد ما دخلت حوش الجامعة دي، وان كان هو البلد كلها بقت كده، لكن الجامعة بالذات انت اعتبر نفسك في خطر، ما تواكب الواقع ده. ومن اسوأ اساليب الشيطان التي يستخدمها في ضياع الشباب ان يألف الانسان المنكر. شوف التبتين ما بقيت بتألف المنكر كده، خليك من الخطر في جانب الشبهات، ده بجيك لبعض شوية. لكن في جانب الشهوات، أول ما يألف الإنسان المنكر معناه الشيطان ضيع قلبك. مما تجي عادي أنت في بنات متبرجات ماشيات وجايات قدامك، ولا قعدات جنبك في البنش، كويس، في غنى شغال، وانت بتكون عادي ما في مشكلة. يعني المنظر بتاع البيت المتبرجة والمنظر بتاع البيت المحجبة لما يبقوا عندك واحد، معناه انت الان اصبحت تألف المنكر، بقى عندك ده منظر طبيعي، واعرف انه قلبك اتدمر. الانسان صاحب الالتزام والاستقامة بالدين بيشمئز من المنظر الشين. انت السلام انت عايل اللي لابسه كده بتاعت البنات دي، انت كولد اول بنات لما نعينوا لمنظر بتاع لبس الاولاد، لانه ذاته لبس الاولاد بقى ذاته ده برنامج براو كمان. يعني الناس كان بيناقشوا الحجاب بتاع البنات، الدعاة زمان يناقشوا حجاب البنات والبيت تلبس، السابقين في الاولاد ذاتهم والله عنده لبس كثير منهم الا من رحم الله، والله خير منه تبرج البنات ذاته وحاجات ما عندها قيمه ذاته. يعني انا ما اعرف كديس، خلوك من التفاصيل، كويس. اذا كنت انت بتالف المنظر ده، اعرف انه قلبك خربان، لابد تشمئز عشان يكون قلبك حي وانت لسه فيك بقيه ايمان وتقوى. لابد انت لما تدخل الجامعه تبتعد، لانه في كثير من الناس استقام على الدين لكن ضاع بسبب النساء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة في الصحيحين: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. انت عارف اول ما تبقى انت دول مستقيم بتمشي الجامع وبتجي تحضر محاضرة ودار تتدين وتتعلم العلم الشرعي، كويس، شيطان بيشتغل لك بجانب النسوان لأنه خطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. المرأة دي أنت ما تقول لي دي ما زميلتي، لكن شوف الشيطان ده اول كلمه بتاع الشيطان، انت قال جبتها من وين انت؟ ده شغل بتاع الشيطان، يقول لك دي زميلتك عشان تبدا العلاقه. يقول لك الزماله حدودها وين يا شيخ؟ حدودها؟ هي عندها حدود؟ هي لو بداتها معناها ثاني ما بتقيف. اصله شفتها بداتها الشيطان مسكك راس الحبل طوالي بسوقك بعده وانت ماشي، ولما تمرق في شارع النيل
ومن شارع النيل مش يدركهم محل تانية ومنها المايقومة. ده النظام كده سلسلة من الخطوات واحدة تلو الأخرى آخر الضياع. ولذلك والله ما دخلت أنا في هذه الأيام بالذات جامعة من جامعات السودان إلا وأول ما يتبادر لذهني إنه الشباب اللي قاعدين جوا الجامعة دي المساكين والله ضايعين ضياع. يا ناس واقع ده دار دين تقيل، دار زول بيقرا قران من الصباح ويغض بصره وأول ما يشوف حاجة يفر. امرق انت انتهيت محاضرتك، امرق انت قاعد هنا في شنو؟ واحد تلقى خالف كراء في الكافتيريا قاعد وجم ستة الشاي، جيبي شيريا وجيبي حلبة وجيبي يا زول، انت قاعد هنا مالك؟ والله قعدتك دي خطر، انت ما عارف المعلومة دي، لكن دينك بتسلب منك، بتسلب منك. لذلك يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز وهو في بيتها، بالله شوف الفتنة دي كيف في بيتها. بعدين ربنا قال وغلقت الأبواب، غلقت يعني شنو؟ الأبواب كثيرة قفلتها كلها عشان تطمئن. انقفل الباب ده وراه في باب تاني قفلته، وبعدين في باب تاني قفلته، عشان ذاته تقول كان جاي زول لما نفتح الباب الأول ويفتح التاني ويفتح التالت أنا بكون اتهيأت خلاص وتخارجت. غلقت الأبواب. وبعدين هي مرد عزيز وسيدة بالنسبة لي وجميلة. ابن القيم قال توفرت 10 أسباب لفعل الفاحشة ليوسف عليه السلام، لو توفر لغيره سبب واحد بيعملها 10. غلقت الأبواب، قالت هيت لك، اتهيأت لك، وهي امرأة عزيز. وبعدين راودته بالرغبة والرهبة الاثنين، قالت لئن لم يفعل، يعني لو ما داير خلي بالك، لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن. وهي قادرة تسجنه، هي مرة العزيز مرة الملك، ليسجنن. ها كويس، دي مشكلة. بعد ده كله ربنا سبحانه وتعالى قال واستبق الباب، أول ما راودته عن نفسه جانا طوالي على الباب هناك. شوف أنا بكلمك في الجامعة دي، لو دار تسلم في دينك، دار تسلم في دينك، أول ما انتهيت المحاضرة الباب، واستبق الباب، أمرك ما تقعد، قعدت ما بتسلم من الشيطان. ومما يزيد الخطر أن الشاب بفطرته وخلقة الله فيه يميل إلى المرأة. ما تقول لي يا أخي لا والله أنا ما بأثروا فيني يا أخي، أنت ما شايفنا أنا ود العمدة، العمدة بتاع شنو يا زول؟ الله خلقك أنت رجل وتميل إلى المرأة، ولا بد تهتز أمام النساء. ما تقول لي يا أخي معقول يا أخي أنا؟ ما ممكن يا أخي، ما عادي زي بنات عمي. لا أنا ما بحس بنات عمك، بنات عمك ذات خطر، أبعد رقبتك، ده خطر يا أخواننا. لأنه الإنسان ممكن يكون فيه ميل إلى الدين وإلى التقوى ويضيع بسبب النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. رجل الحازم ده زول النجيب يعني، اللي بضيعه شنو؟ تضيع عمره. ولذلك استخدم أعداء الإسلام المرأة سلاحا في الفتك بالمجتمعات. قال العلامة العثيمين معلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النساء، قال لذلك ركز أعداء الإسلام على المرأة. الليلة اليهود دي اللي بحاربونا بسيف كويس، ولا بسلاح ولا بالرشاشات. اليهود دي لموا في بناتنا ملصوين الحجاب، مرقوه بدعايات وعملها ترويج، وجيبوا لك في التلفزيون اطارات هونغ كونغ ولا شنو ما تعرف، وراوك في يم مره يا ناس لستك بتاع عجل، عجل بتاع عربيه، المره يتوقف جنبه شنو؟ واقفه جنبه مره لابسه ضيق،
داري بيعلون جزمة يقول لك جزم ما تعرف شنو، واقفة جنب المرة أمواس حلاقة واقفة جنب المرة. دعايات، مسلسلات، أفلام، نسواننا مرقة متبرجات، مرقة النساء متبرجات ضاع الشباب. ولذلك الفتنة، فتنة الشهوات الموجودة في الجامعة لو ما تعاملت معها بحسم انت بتضيع. ربنا قال واستبق الباب، ومش مارق كده مرقة يعني بتاعت كده ساي تعبانة، ما هي تاسة مرات تعمل فيها تجيل يعني تتاقل كده على البنات كده بيجري وراك زيادة، ما تتاقل أمره قد خارج. بس مرات الواحد بيتقل عليه كده نظام الود، ما بيقعد بتونس، شباب بيكونوا قاعدين يتونسوا وبكون قاعد طرف هناك، ده انت عارف ده اللي بيقفلن عليه كلهم القاعد الطرف ذاك. ما أمرق يوسف عليه السلام مرق مسكته من ورا من قميصه واستبغى الباب، مارق مسكته من قميصه لحد ما شالت قميصه في يده، جزء منه في يده، قال وقدد قميصه من دبر لدرجة انه ما دار يقف لها، حتى لو شرط قميصه ما دار يقف لها. انت بتعمل كده تقول يا اخي ما حقول يا اخي ما بحرجه ما بحرجه شنو امرك يا زول، بتضيع انت ده والله صدقني تضيع. كويس. وكذلك يا اخواننا الجانب الاخر، جانب المرأة لابد تحافظ على نفسها وما تبقى فتنة يا اخي. ما تقول حتى لو الشباب كويسين، ما تقول الناس الكويسين يا اخي، وانا والله ما عادي جدا يا اخي بلبس كده ودار اكشر وكده وشان دار اتزوج يا اخي، ده كله كلام فارغ ساي، كله كلام فارغ. الزواج ده قسمة من الله، كما كاتبه لك والله تتبرجي اي كريم تخطي في وشك ده، شفتي تدقي بوماستك تلوني فوق مع تحت كل السطر وشك ده كله ممكن يحصل، الله كما كاتب لك زواج ما بتتزوجي، لكن انت خليك عفيفة. موسى عليه السلام لما سقى البنتين سقلين ابنات بنات نبي ومشى تولى الى الظل قعد هناك بعيد، ما جا قال لنا انا ما سقيت لك، ما شايفات الرجاله دي كيف بس الروائيه دي كلهم في واحد، كلهم في واحد بيقدر يشيل حجر قدر ده، انا شلته براي ما شايفني انا كيف، ما قال كلام زي ده. مش ربنا قال فتولى الى الظل، مش قاعد في الظل هناك، قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. ربنا قال فجاءته احداهما تمشي على استحياء، شوف البيت كيف، شوف التربيه كيف، المشي ده ذاته بدل على الاخلاق، لانه البيت ما تلقاه بتطقع في المشي، واحده تلقاه ماشي انا ما عارف ذاته بيمشوا بشنو، عندهم يايات في كل عينهم في شنو، بيمشوا بطريقه غريبه جدا يا اخي، مشيها في الوطن دي فتنه في شنو يا ناس، يا ناس انتوا دار توصلونا لاتوا مرحله، انا دار عارف بس يعني الشباب دار يحصل لهم شنو اكثر من كده، الناس دار عينهم طلعت يا اخي، يا اخي ما ممكن يا اخواننا يا اخي، ده يا اخي دي فتن، لانه انت ما تقدر تعمل حاجه، تعاين ساي من بعيد بس تقعد تعاين تمد لسان تسوي شنو، ماشيين قدامهم بصوره فتن يا اخي فتن دي. عشان كده ربنا قال فجاءته احداهما تمشي على استحياء، عمر الخطاب بيوصف فيها قال شايله توبه من راسه خاتها في وشها، قال ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ماشي عديل جاءته تمشي على استحياء، قالت شوف المشي أدب والكلام أدب راغي كمان براو تاني، قالت إن أبي أبوي دايرك، ما قلت أنا دايرك، ما قلت لي أنت طبعا القبيل ساعدتنا وكذا وأنا عايزاك، ما في حسين ما عايزاك، أبوي دايرك. كويس. تعرف لو لقينا بنات زي ديل بيقفل لنا الباب بتاع الرمته للبره دي يا اخي، اي واحد طابق له واحده وقاعد معاه تونس فيه واحكي لها في خطط حياته، واول ما نتخرج وانا طبعا هشتغل في المستشفى اللي جاي دي هنا، وبعد ذاك حنجي ونتزوج ونعيش كالعصافير في 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 عشنا، وكلام فارغ بيحكي لها في كله كلام فارغ. الناس عايش، الشباب عايش عالم وهمي، والله ده عالم بتاع وهم، اكلمك النصيحه، عالم مليء بالوهم، قاعدين لهم تحت الشجره وقول لها انت عارفه نحن لما نتزوج ما حنعيش هنا، حتمشي وين يعني؟ لا حتسوي شنو انت؟
انت ما ابوك بقى قاعد فينا في المعالق ولا في العيدق يا زول؟ هتمشي وين؟ عايشين عالم بتاع وهم واي شي ضاع. انت عارف خليك من الدين، الدنيا بتاعتنا احنا ضاعت بسبب ونس الشجر دي، دنيتنا دي ضاعت. هسه الناس بتلقاهم ادنهم شيتات، تلقى راس الشيتات بتاعت هناك ما بيقرا الا قبل اسبوع من الامتحانات. دنيتك دي ضايعه بسبب الوهم ده. لذلك قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. قال فلما جاءه بقى ماشي قدامه وهي ماشيه وراه وتوصف له بالحجر، امشي بهنا عشان ما يمشي. المره ماشيه قدامه وبعين فيها وراه، لا ماشي هو قدام وهي ورا. والله هسه تعمل عمليه زي دي يعني، هسه لو في واحده ساي قدرت توصف لك بيتهم وانت ماشي وتوصف لك بالحجر، والله يطلعوك اكبر متخلف. بالحجر يقول لك نحن وين يا احنا في هات عصر، توصف لكم بالحجار ناس دغمائيين ما بتفهموا، ما تمشوا ساي مع بعض فيها شنو يقول لك؟ كويس توصف لي بالحجر لحد ما وصل. مشى لابوه طوالي، قالت يا ابت استاجره، استاجر ده، ان خير من استاجرت القوي، قوي لانه شال صخره الرواعيه ما بشيلوها، الامين لانه امين على العرض، ودي اهم امانه، انت خليك امين. الليله البنات القعدات في الجامعه دي مع اعراض، انت هل الليله بتقبل انه ده يسووه مع اخواتك؟ الليله لما تسوق لك بيت تقعد بيه هناك في الظلام زي ده ليل دامس، واحد ساق لبيت ناس وقاعد بيه في الظلمه هناك، الله بيسالك بعدين لو سواه مع بنتك انت بترضى؟ ولا مع اختك؟ تتقبل كلام زي ده؟ خليك امين على الاعراض يا اخي. ها؟ قالت ان خير من استاجرت القوي، الامين. بعد ده قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. ودي ترجع يا اخواننا لمساله عقديه، انه انت ما تبحث عن الزواج بالحرام، والبنت ما تفتش عن الزواج بالحرام. شنو انت جايب لك مكياج كويس ولابسه هدوم كيف وبتتونسي مع الاولاد، وفي وحدات الوحده منقبه وتلقاها في الواتساب خاشه وكاتبه لك شنو سلفيه وحجابي ونقابي وعندها صحبان في الفيسبوك واتساب وشنو، وتتونس معاهم وبتحتاج ممكن ترسل له صوره وعامله فيها عشان دار تتزوج يعني. يا اخي ما تتقي وتخافي الله؟ خافي الله، الله بيزوج لك. لكن المسائل دي انا تركتها واستطردت فيها كثير لان فيها خطوره وخطر عظيم، بل انا يقيني لو كانت الجامعه دي منفصله بنات برام واولاد برام، الشكل بتاع الدين ما حيكون بالصوره دي. الناس اللي بيجوا بيحضروا الدين وبيقعدوا بيتعلموا ما حيكون بالصوره دي، لانه خلاص انقفل لهم باب بتاع الحريم. بعد ذاك بيجوا بيحضروا ويتعلموا الدين وكذا، يقول لك يا مولانا ده نحفظ القران، لكن مع النسوان دي القران ما بيحفظوا. على اي حال هذه الوصيه الاولى استطردت فيها انا كثير. الوصيه الثانيه الحفاظ على الوقت، وما اقدر اضيع فيها وقت ذاته. الحفاظ على الوقت، فوقتك اثمن ما عندك، وابن ادم انما هو وقت، كل ما ضاع منك زمن فقد ضاع بعضك. الوصية الأخيرة الرفقة الصالحة، والرفقة الصالحة تكون برفقة أهل العقيدة، وده الموضوع اللي اتكلم عنه الشيخ مزمل. ما ترافق صوفي، ولا ترافق منحرف في دينه، ولا ترافق داعش، ولا غيره من الأفكار المنحرفة ولا الطرق الضالة، لأنه ديل سبل إلى الضلالة وسبل إلى الضياع. وربنا سبحانه وتعالى يقول يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. من عجائب القرآن كلمة فلان، ربنا سبحانه وتعالى ما جاب باسم معين، وإن كانت الآيات عندها سبب نزول أصلا في أبي ابن خلف اللي هو أضل صاحبه اسمه عقبة بن أبي معيط، أضلاه بعد ما جاءته الهداية ونطق الشهادة
كويس؟ أضله صاحبه. لذلك لكن لاحظ ربنا ما قال ليتني لم أتخذ أبيا خليلا، وإن كانت دي قراءة من القراءات، ليتني لم أتخذ أبيا خليلا. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر. أضله أبي كويس؟ ليه؟ العلماء قالوا شان فلان دي تكون مفتوحة، الفلان أضلاك انت منه؟ انت باريت لك صوفي زي الولد اللي قالوا عمل مناظرة هنا ده يا أخي، كل الطب صوفي المدخلك شنو؟ والله أنا محتار، صوفي المدخلك كل الطب شنو انت؟ انت شيوخك عندهم حجاب واحد فت بخرة، جيت عندك حمى بديك البخرة ذاتك، فت انت جا واحد عندي إسهال بدي نفس البخرة، فات بغادي جا واحد مجنون بدي نفس البخرة، واحدة بس اكتبها فكي واحد كويس. قبل شوية واحد من زملائكم هنا بكلمني قال لي عندهم عندكم زميلكم قال مشى بيمشي للفكي قبل الامتحانات، يمشي للفكي قول لي عندي امتحان شنو؟ اه باثولوجي ولا شنو؟ باثولوجي؟ الفكي عارف لك باثولوجي؟ يا زول اصل الفكي كان قلت لك كده قول وراي قول باثولوجي بيقدر يقولها عشان نيجي كمان ننجحك في الامتحان. يا ناس النظر تخاف الله يا صوفي انت جابك كل الطب شنو؟ الصوفي ده كان بالغ شفته يمشي يشوف له كليه بتاعت بس شفته يبيع كسرة ولا حاجه دي بتاع الكسره الضغمه بتاعت الصوفيه دي بس ده محلهم، مش يقرا اي كليه ثانيه وما بيلغي ذاته يقرا كليه، لانه التصوف اصلا مبني على الجهل، مبني على اتباع الشيوخ دون علم. انت يومك تتعلم حتفارق التصوف. لذلك كانت من الأسباب اللي نحت الشباب عن التصوف العلم الدنيوي. تعرف واحد من الأسباب اللي ساعدت في نشر التوحيد في السودان العلم الدنيوي ده بس. شفت الزول مين ما تعلم علم دنيوي وعرف انه كده والأشياء عندها أسباب طبيعية وكده وزول بيقى زول راغي وكده، بس مجرد ما تعلمت تلبس نظيف انت فارقت الصوفية. بس لو دخلت لك كلية ان شاء الله كلية فنون علموك تلبس نظيف وتبقى زول ظريف كده وتنظف الجزمة وكده، بس ده انت بتفارق فوق التصوف، لأن التصوف دين تخلف، دين مبني على التخلف والرجعية. مش هسه الآن احنا بنقول احنا رجعيين وده رجع، انا عشان عندي دقن يعني عشان عندي لحية انا رجعي ولا شنو يعني؟ ما اللحية بتاعتي بتعارضني في شنو يعني؟ هسه لو دخلت المعمل يعني دار اشتغل ابحاث وكده في المعمل دقني بتدقر لي ولا شنو؟ ما بتسوي اي حاجه. التخلف عند التصوف، لانه انت مهما بلغت في العلم لابد ترجع وتبرك تحت الشيخ وتعبد الشيخ وتتذلل له. ولذلك يا شباب الوصيه ليتني لم اتخذ فلانا خليلا عشان ما تندم بعدين تفارق دين الصوفيه الان. لانه شيخ مزمل قبل شويه قال لك ابيات بتاع الشعر من اخطر الكلام، ده العقيدتهم بتمرقك برا الاسلام، عارف المعلومه دي؟ ده قال من كرامات الكتاب ده ناشره وزاره الاوقاف، كتاب موثق يعني من ناحيه توثيق كده علمي كويس. قال من كرامات شيخ اسمه دسوقي قال انا مفاتيح الجنه بيدي ومفاتيح النار بيدي، جنة ونار قال ماسكهم أنا تحت تصرفي. قال من زارني أسكنته جنة الفردوس، يعني لو دارت أخوي جنة الفردوس لا صلاة لا صيام لا تحج لا تبر والديك ولا هذا كله، بس تمشي تزور الشيخ ده تأخذ جنة الفردوس. قال شفت اللعب ده كيف؟ ويجي بعد ده صوفي دار يتفاصح قال بدقوا نوبة في الجامعة دي، يا ناس جامعة تدق فيها نوبة؟ أصل النوبة دي علاقتها بالطب شنو؟ ولا صيدله ولا اي كليه ثانيه من كليات الاعداديه، علاقتها شنو يعني؟ كلام فارغ، ده كله كلام فارغ. وبالتالي ما تعمل لك اي خليل من هؤلاء، صاحب اخوانك المستقيمين، الناس اللي بيعينوك على قراءه القران، عينوك على تعلم العلم الشرعي، عينوك على المحافظه على وقتك، عينوك على امور الدنيا وامور الاخره، الناس المستقيمين ده نجعلهم إخوان لك، لأن ربنا قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أي صديق تاني
يبقى لك عدو بعدين يوم القيامة. على أي حال هذا خلاصة ما عندي، وإن كان أنا استطردت في بعض النقاط أكثر مما يلزم، أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ولو في بعض الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.